هنجيب الورقة زي دي وهنطبقها كده. وعلى قد ما نقدر نسويها. هنبدأ نقص التلت منها. وهقول لكم التلت منها ده هيطلع منه ايه. هيطلع منه رأس تقريبا. وهنيجي هنا وهنعمل كده. هنسطر هنا كده عشان بس يبقى الفينيشنج بتاع العمل بتاعنا يطلع برضو بنظافة، ونكون حريصين جدا ان احنا نعلم اطفالنا يطلعوا يتقنوا اعمالهم. خلاص. وهنا هنبدأ نقص النص النص كده، هيطلع لنا مربعات مثلا. ده ان انا هستخدمه ازاي؟ هجيب المقص بتاعنا، ويا ريت المقصات للاطفال تبقى مقصات بلاستيك زي دي، او البلاستيك اللي هي معموله بشرشره دي، او عشان بس الطفل يبقى تبقى على ايده سلمة على ايده. يعني انا كده عملت جسم الاسد. طيب، وبيقف يعني بيقف على اربع رجول. الطفل بيحب جدا النموذج المتحرك. طب انا دماغ الاسد هبدا اعمل كده بالقلم السبوره، وهبدا اعمل